واحدة بتقول ماذا أفعل مع نرفزة الأولاد في البيت والضرب فيهم؟ وقداسة قلت في عزة الأسبوع الماضي عن التدريب الروحي أن الواحد يحاول عدم النرفزة. هل النرفزة بتبطل شقاوة عند العيال؟ يعني أنت لما تتنرفز عليهم يبطلوا شقاوة؟ خليك طويلة البال، طويلة البال، وعامليهم بمحبة وبلطف وبحنان يبطلوا النرفزة. الواد لما يكون بيحب أمه خالص مجرد كده لو كشرت يزعل، يقول أنا زعلت ماما. لكن لما تكون أمه بتضرب وبتتنرفز ولا يهمه، ولفي على المعاملة الطيبة. ولما تلاقيهم متشاقوا السن دي بتاعت كده ما تتضايقيش، وقول لنفسك لما اضربهم هيزيدوا في التعب، خليها كده كويس.